السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في جولة بين المحاصيل الشتوية. الحمد لله محصول القمح قد نضج وجاهز للحصاد. وها هو بعض المزارعين يقوم بحصاد القمح. وفي العادة يتم حصاد القمح بما يسمى الشكرف، والقمح معروف من أهم محاصيل الحبوب في مصر والعالم. احنا عندنا محاصيل الحبوب الشتوية القمح والشعير، ومحاصيل الحبوب الصيفية الذرة الشامية. ونطلق على القمح الذهب الأصفر، وهنا المزارع حرص على الضم بالآلات اليدوية اللي هي الشكرف، وتم عمل حزم كما نشاهد لسهولة الدراس والتزريع. وطبعا بعد هذه المرحلة تقوم مكنة الدراس والتزريع اللي هي بتقوم بمرحلتين مرة واحدة، دراس وتزريع وفصل الحبوب عن التبن، تبن القمح. هذا ما لدينا، ونشكر حسن المتابعة.